79 كنت مسكت وزارتين، وبعدين اشتغلت في الأحزاب وحزب الوفد وكنت نائب رئيس حزب الوفد، ولك مواقف سياسية مشهودة يعني. هل وزارة الدكتور عصام شرف كانت معها كل الصلاحيات؟ بصراحة كده اللي يجاوب على السؤال ده دكتور عصام شرف ونائبه لكن ونائبه يعرف لانه بيقعد معاها وعارف دي صلاحياته ولا لا. ولما بيتزني الدكتور عصام شرف بيجي لك بيقول لك يا دكتور علي الحقني انا ما عرفتش اعمل كذا يعني. الحقيقه انه بقدر المستطاع وبقدر ما تحته الظروف كانت هناك صلاحيات، والصلاحيات اللي ما كانتش موجوده للحكومه كانت محل اتفاق والتشاور مع المجلس العسكري. يعني اصلي التشاور بين الانداد احنا يعني واحنا هل كنت ند للمجلس العسكري؟ الشعب هو اللي بيريد. ايوه لاحظ في مظاهرات وفي اراء اللي بنسمعها من الناس انها لم تكن هناك نديه ما بين حكومه عصام شرف وما بين المجلس على كتل المسلحة. الحقيقة غير ذلك، في مفاوضات بتجري، في مشاورات، في التفاهمات، والتقدير في النهاية للمصالح الوطنية. المصالح الوطنية هي التي تفرض القرار سواء الدليل يا دكتور ايه؟ ان الدكتور كمال الجنزوري النهاردة مش هيشتغل رئيس وزراء الا ما يطلع مرسوم بقانون بيديله صلاحيات، بعض صلاحيات رئيس الجمهوريه، معنى كده ان الحكومه التي كانت قبل الجنزوري حكومه كانت بلا صلاحيات حقيقيه. لا يعني الـ الراي ده يسال عنه الدكتور الجنزوري. ما هو واضح مش محتاج سؤال، هو بياخد صلاحياته بياخد جزء من صلاحيات رئيس الجمهوريه، الموقف واضح بالنسبه للدكتور الجنزوري. الدكتور عصام شرف ما كانش عنده هذه الصلاحيات. الدكتور عصام شرف كان يعني يعمل منطلقا منه كان شرعيته الأساسية شرعية ميدان التحرير، واستناده إلى شرعية الاختيار من واقع ميدان التحرير كانت الشرعية الأساسية، لم يكن بحاجة إلى صدور مرسوم أو قرار بإسناد أو بتخصيص صلاحيات محدده. يعني المرحله قبل الوزاره الجديده مرحله تفاهم وتناسق بين المجلسين. يبقى اذا انا كلامي عن النديه كلام مش صحيح، كان في نديه ما بين مجلس الوزراء وبين المجلس الاعلى للقضاء بنسبه كبيره. بنسبه كبيره او ب بمفهوم الندية انكم كتلة واحدة بتشتغلوا المصلحة واحدة. المصلحة واحدة والهدف واحد والرؤى قد تختلف في دي محل. يعني ما اقدرش اقول ان المجلس العسكري فرض على حكومة الدكتور عصام شرف اشياء كان لا يقبلها الدكتور عصام شرف. لا علم لي بها. لا علم لك. لا علم بها. وظن انه كانت الامور محل تفاهم طيب مستمر. كويس. لماذا بقى خرجت من الوزاره؟ سؤالنا بعد ما تشرب العصير.